أكيد الوجبات السريعة أسهل في التحضير وطعمها بكون أسكى من وحنا نعمل في البيت، وبرضه بريح الستات كتير في البيوت. لكن نتذكر كويس إنه الوجبات السريعة عادة غنية بالدهون المشبعة اللي راح تعمل لي مشاكل صحية كبرى تؤثر على القلب وعلى الشرايين. ونتذكر كويس إنه الوجبات السريعة تحتوي على سعرات حرارية عالية، معناته ستؤدي إلى السمنة اللي راح تتعبني نفسيا وسلوكيا واجتماعيا. فياريت نرجع ناكل أكل زمان.